إن شاء الله. السؤال الثاني: أحيانا أقابل في كتب الفقه حديث ضعيف ولكن عليه العمل عند أهل العلم. نعم صحيح. ما مدى صحة هذه العبارة؟ لا موجود في أشياء، يعني أذكر لك أمثلة على سبيل المثال: طلاق الثلاث، عفوا، حلول الحول على المال حتى يزكى، حلول الحول على المال حتى يزكى، ليس في نص ثابت لكن عليه العمل. وأيضا في هذا الصدد حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، من ناحية الإسناد لمتكلم أن يتكلم فيه، لكن عليه أيضا العمل. بارك الله فيك.